أهلا بكم من جديد. افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد براشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي دبي للثقافة وعضو مجلس دبي اليوم فعاليات الدورة 16 من آر دبي في مدينة جميرة، وتستمر حتى 5 مارس الجاري كحدث عالمي رائد يجمع الفنون الرقمية بالفن المعاصر، بما يعزز المشهد الإبداعي لإمارة دبي ويرسخ مكانتها كمركز للابتكار الثقافي إقليميا ودوليا. وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد أن آر دبي قد نجح في أن يصبح نقطة التقاء عالمية للصناعات الثقافية والمجتمعات الإبداعية، مشيرة سموها إلى أن المعرض أحدث عبر دوراته المتعاقبة حراكا فنيا فاعلا وملهما على المستويين الإقليمي والدولي. قامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بجولة في أرجاء آر دبي اطلعت من خلالها على ما تتضمنه نسخة هذا العام من برنامج غني وشامل يعكس الثقافات المتنوعة، والتقت عددا من الفنانين والمبتكرين والشركاء الثقافيين المحليين والدوليين الذين عبروا عن تفاؤلهم بمستقبل القطاع الفني في دبي.